حملة مهمة اسمها حملة حنوصلك. الحملة دي هدفها استخراج بطاقات الخدمات لذوي الإعاقة وإنهاء الإجراءات الخاصة باستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة. مع نهاية الحملة دي هتكون وزارة التضامن الاجتماعي بتمتلك قاعدة بيانات مدققة وكبيرة جدا بتمكنها من حصر واستهداف كل الخدمات المقدمة لذوي الهمم. خلينا نتعرف تفاصيل أكتر على هذه الخدمة المقدمة. الأستاذ خليل محمد خليل مدير إدارة التأهيل في وزارة التضامن معنا على الهاتف مباشرة، هيكلمنا عن حملة هنوصل لك، الهدف منها إيه وإزاي نستفيد منها أو نخلي ذوي الهمم يستفيدوا منها. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بحضرتك فندم. أستاذ خليل محمد خليل، لو جينا اتكلمنا عن هدف الحملة مليون بطاقة إثبات، قولنا تفاصيل أكتر عن الموضوع ده. هي حملة هنوصل لك حملة أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي التوجيهات من معالي الوزيرة يوم الثلاثاء اللي فات. الحملة هدفها تسجيل حالات الأشخاص ذوي الإعاقة. الحملة هدفها الوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن سكناهم. الحملة أهدافها توعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالإجراءات وبالمستندات الخاصة بالحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة. الحملة طبعا هتستفيد من كل الموارد المتاحة لدى الوزارة، سواء مديريات التضامن الاجتماعي، سواء الإدارات الاجتماعية، سواء مكاتب التأهيل. ده على المستوى الحكومي هتستفيد من كل الإمكانيات المتاحة لدى الوزارة فيما يتعلق بالجمعيات الأهلية. يمكن احنا منسقين مع جمعية صناع الحياة ومنسقين مع الهلال الأحمر المصري. برضك هنستفيد من الرائدات الاجتماعيات فيما يتعلق ب عمليات تعبئة الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم بطاقة الخدمات المتكاملة ليهم. طبعا في إطار الحملة هيكون في مكاتب تأهيل متنقلة. مكاتب التأهيل المتنقلة دي طبعا تيسيرا على الأشخاص ذوي الإعاقة، لأن هي تكون في أقرب مكان من محل سكنهم. مش بس كده، ده احنا كمان بيبقى في عمليات نقل للاشخاص من مقراتهم لمقر مكاتب التأهيل المتنقله في حد ذاته. طب كلمني يعني على خريطه الوطن المصري، احنا عندنا كم محافظه مديريات التضامن الاجتماعي هتقوم بها بهذا الامر، وعندنا كم محافظه المتطوعين هيقوموا بها؟ يعني دور التطوع مهم جدا في القصه دي. الجمعيات هتشتغل في كم محافظة والمديريات هتشتغل في كم محافظة وهتوصل لكم واحد تحديدا؟ لا، اللي أنا عايز أوضحه إن هنشتغل في كل محافظة من المحافظات بالمكونات دي كلها. يعني لازم الشراكة في كل محافظة من المحافظات بالتوازي، يعني اللي أنتوا الاثنين شغالين مع بعض، الشركاء اللي أنا ذكرتهم لحضرتك. ده كمان بالإضافة للتنسيق مع المحافظات وبالتنسيق مع السادة المحافظين وبالتنسيق مع السيد وزير التربية والتعليم إذا لزم الأمر، لأن احنا ممكن نحتاج لمكاتب التأهيل المتنقلة مدارس. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا مثلا عندي 16 محافظة معالي الوزيرة أعلنت إن الحملة هتستهدفهم، يمكن محافظات القاهرة الكبرى، القاهرة والقليوبية والجيزة، عندي في الوجه بحري، اسكندرية، التأهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، عندي في مدن القناة الإسماعيلية والسويس، وعندي شمال سيناء. دي المحافظات المستهدفة بالحملة. طبعا دور الجمعيات الأهلية ودور الهلال الأحمر قوي جدا في تعبئة الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع المديرية، بالتنسيق مع مكتب التأهيل المتنقل اللي هو أساسا مكاتب التأهيل الرئيسية عندي، اللي بقوم بنقلها من أماكنها الطبيعية إلى أقرب مكان زي ما قلت لحضراتكم للمواطن لما بقوم بالحملة دي. طبعا
طبعا احنا يمكن كنا في عمليات تجريب للحمله منذ بدايه شهر 8 اللي احنا فيه ده، يمكن استهدفنا محافظه المنوفيه، وكانت الحمله امبارح مستهدفه محافظات المنوفيه ايضا وسوهاج. كانت في حملات طرق ابواب، كانت في عمليات مسح لقرى باكملها حصولا على بيانات الاشخاص ذوي الاعاقه. طيب احنا دلوقتي في المرحله الثالثه، يمكن المرحله الاولى والثانيه كان فيها اكثر من 1.5 مليون او حوالي 1.5 مليون بطاقه اثبات للاعاقه، والمفروض ان المرحله الثالثه يكون اثبات الاعاقه لذوي الاعاقه البسيطه. انا عارفه انه في قرار كمان طلع باعفاء ذوي الاعاقه الشديده من رسوم استخراج البطاقه. بعد الحصول على هذه البطاقه، الخدمات اللي ممكن تقدم لحاصلي هذه البطاقات او اللي معاهم البطاقات دي؟ هي طبعا بطاقه الخدمات المتكامله بطاقه مهمه جدا، على اساس ان هي الوسيله الوحيده المعتمده لاثبات الاعاقه ودرجتها، والوسيله الوحيده لدى تعامل الاشخاص مع كافه الجهات سواء حكوميه او غير حكوميه. بتيجي اهميه بطاقه الخدمات المتكامله لان هي طبعا بتعتبر جواز مرور الاشخاص للخدمات الممنوحه ليهم عن بموجب القانون واللوائح، زي مثلا الجمع بين معاشين، زي الاعفاءات من الرسوم والضرائب الجمركيه على السيارات وعلى الاجهزه التعويضيه اللي بيتم استيرادها من الخارج لاستخدام هذه الفئه، زي التخفيضات على وسائل النقل والمواصلات برضو. بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة بيقدر الأشخاص ذوي الإعاقة يحصلوا على سكن اجتماعي، سكن ميسر ومتاح من الدولة. أيوه. وبرضك لما نيجي نتكلم عن خدمات مهمة زي خدمات الدمج التعليمي وحزمة الخدمات الصحية اللي المفروض أوجبها القانون واللوائح للأشخاص ذوي الإعاقة دي برضو بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة. طب أستاذ خليل، يعني هل سيتم مساواة من له إعاقة شديدة بمن له إعاقة بسيطة؟ يعني في ناس عنده صباع مقطوع أو رجل مبتورة، وفي ناس عندها شلل كامل، وفي ناس عندها إعاقة ذهنية. هل كل مستوى من مستويات الإعاقة هيتم التعامل معاه بذات الطريقة وبنفس الطريقة؟ وطبعا مش من العدالة إن كل الأشخاص ذوي الإعاقة باختلاف مستويات إعاقتهم يحصلوا على نفس الخدمات، لكن احنا بنقول ان القانون نفسه ما فرقش بين ده، واحنا ك ده قانون 2018 ولا 2020؟ مجموعه من الوزارات احنا في اتجاه قوي لان يبقى في التوزيع عادل للخدمات بما يتناسب مع كل نوع من انواع الاعاقات ومع كل شده من شده الاعاقات. فخلينا بس يعني الاول احنا بنقول ان احنا نعمل قاعده بيانات بالاشخاص ذوي الاعاقه، احنا يعني نتيح بطاقه الخدمات المتكامله للاشخاص ذوي الاعاقه، لان ده طبعا يعني حقهم علينا، ودي فئه ايا كانت شده اعاقتهم فهم لهم خدمات ولهم حقوق على الدوله. صحيح. وعلينا يعني هم في الاول وفي الاخر اخواتنا واولادنا وابهاتنا. طبعا ده اقل حاجه ممكن نقدمها. كان الله في عونكم جميعا يا استاذ خليل، جهد مشكور بتقوم بيه وزاره التضامن، وطبعا يعني اخواتنا وزي ما قلت فوق راسنا، يعني ذوي الهمم هم الناس اللي بيمثلوا نسبة كبيرة من المجتمع المصري، يعني بتوصل زي ما سمعنا 10%. لازم طبعا الدولة تديهم اهتمام، والدولة المصرية بالفعل يعني دولة، لو الجمهورية الجديدة بالتحديد يعني خصصت أشياء كثيرة جدا لذوي الإعاقة، كمنهم عام وكمنهم قانون جديد، يعني أشياء كثيرة منهم أيضا هذه البطاقة اللي ربما كانت نتاج لهذا القانون. شكرا لك أستاذ خليل، أستاذ خليل محمد خليل مدير إدارة التأهيل في وزارة التضامن، شكرا جزيلا لحضرتك.